بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم. النهارده باذن الله جايب لكم ثلاث اخبار مهمين جدا لكل مستخدمين انظمه الويندوز. الخبر الاول خاص بويندوز 10، والخبر الثاني خاص بويندوز 11، والخبر الثالث خاص بويندوز 12. هتلاقي في التايم لاين تحت كل حاجة خاصة بنظام التشغيل. لو انت بتستخدم نظام تشغيل معين ممكن تتخطى الخطوة دي، بس مهمة جدا انك انت تعرف كل حاجة بالتسلسل كده. الثلاث اخبار دول لان مهمين جدا بالنسبة لانظمة التشغيل كلها الخاصة بمايكروسوفت. اول حاجة بالنسبة للخبر الخاص بويندوز 10، طبعا كلنا عارفين ان الفئة او الشريحة الكبيرة حاليا من مستخدمي انظمة الويندوز بتستخدم نظام تشغيل ويندوز 10، لان هي شايفة ان هو افضل نظام لحد دلوقتي برغم ظهور ويندوز 11 وبرغم التحديثات الكتير اللي نزلته، لكن لحد دلوقتي اكتر من 60% من مستخدمين الويندوز بيستخدم ويندوز 10، وحوالي 30% بيستخدم ويندوز 11، والباقي بيتقسم على بقية الأنظمة التشغيل التانية حتى اللي توقف عنها الدعم. نيجي لويندوز 10 والخبر الخاص بيه. طبعا كلنا عارفين ان شركة مايكروسوفت، كنا عملنا حلقة قبل كده واعلنا فيها ان شركة مايكروسوفت اعلنت وقف الدعم عن ويندوز 10 في عام 2025، يعني في عام 2025 في شهر 10 كان هيتوقف الدعم عن ويندوز 10، وللاسف ما كانش هينزل له تحديثات تاني. لكن في خبر مفرح جميل جدا، شركه مايكروسوفت قالت لك اللي حابب ويندوز 10 وحابب يكمل عليه بعد 2025 يقدر ان هو يستخدم نظام التشغيل ده ويكون موجود عنده على الجهاز وينزل له تحديثات، لكن في عيب بسيط جدا انك انت هتدفع حوالي $30 كل سنه عشان ينزل لك التحديثات. وطبعا لما يجي الوقت ده هشرح لك ازاي انك انت تقدر انك انت لو عايز تكمل على ويندوز 10 ازاي انك انت تدفع $30 وتقدر انك انت تنزل لك التحديثات وتشتغل على النظام على طول. في حاجه كويسه جدا انك انت تقدر كمان تستخدم ويندوز 10 لحد عام 2026، وممكن بعد كده طبعا طالما هم عملوا اشتراك سنوي ممكن انت بعد كده تكمل 2027 وهكذا لو انت حابب ويندوز 10، لان فعلا بالفعل ويندوز 10 من افضل الانظمه التشغيل اللي صدرت من شركه مايكروسوفت بكل صراحه. طيب ده بالنسبه لويندوز 10. كمان لو انت شغال على ويندوز 10 او لسه هتشتغل عليه، في حاجه كمان هديه مني ليك، هي عباره عن ازاي انك انت تخلي الويندوز عندك بتاع ويندوز 10 متفعل مدى الحياه عن طريق انك انت تشتري ليه سيريال من متجر سيدي كوفر. سعر السيريال على متجر سيدي كوفر $17، وهتلاقي انت رافق لك كمان كوبون خصم 25%، يعني تقدر تشتري بسعر قليل ويبقى الويندوز عندك رسمي، عشان خاطر كمان لما تيجي انك انت تحصل على الدعم لمده سنه كمان لازم يكون الويندوز عندك متفعل. في حاجه مهمه جدا لو انت مش مفعل الويندوز عندك بسيريال اصلي تقدر انك انت تشتريه من متجر سيدي كوفر ب$17، وده سعر رخيص جدا بالنسبه لسيريال ويندوز 10 بيشتغل معاك مدى الحياه. نيجي للخبر الثاني الخاص بويندوز 11. طبعا كلنا عارفين التحديث الاخير اللي صدر من شركه مايكروسوفت لنظام ويندوز 11 اللي هو 24H2، ده أسوأ تحديث ممكن انك انت تنزله عندك على الجهاز. لو انت ما حددتش للتحديث ده حاول انك انت ما تحدثش ليه، لان كله مشاكل كتيره جدا، يعني بتحصل فيه شاشه زرقاء، بتحصل فيه تهنيج في الجهاز، في ملفات بتنقص من عندك من على الجهاز، فانت لو ما حددتش للتحديث ده حاول انك انت ما تحدثش جهازك ليه. ولو التحديث ده عندك موجود على الجهاز نصيحه مني ليك، حمل الايزو من اول وجديد وابدا انك انت سطبه عندك على الجهاز، وايزو يكون مثلا الاصدار اللي قبليه عشان خاطر التحديث ده فيه مشاكل كتير جدا. لكن بصرف النظر عن المشاكل في التحديث الاخير، ويندوز 11 برضه نظام محترم، 30% من مستخدمين الويندوز بيستخدموه دلوقتي حاليا، وطبعا بعد كده طبعا ممكن يزيد الشريحه دي عن 30%، لكن هو نظام كويس، لكن التحديث الاخير بتاعه سيء جدا. طيب الهديه بتاعتي برضو بالنسبه لويندوز 11، لان انا عامل لك هديه لكل حاجه بالنسبه لويندوز 11، الهديه بتاعتي هي انك انت برضو تقدر تخش على متجر سيدي كوفر وتحصل على سيريال اصلي بسعر $23 ويخليك الويندوز شغال عندك مدى الحياه وبتفعيل رسمي. تقدر برضو تخش على المتجر وهتلاقي لك الرابط في صندوق الوصف وكوبون الخصم. ده بالنسبه لويندوز 11، ما تحاولش تنزل التحديث الاخير لو انت ما نزلتوش، ولو موجود عندك بسرعه ابدا انك انت حمل الايزو الاصدار اللي قبل كده وابدا انك انت سطبه عندك بدون التحديث الاخير. نيجي بقى لويندوز 12 والناس كتير جدا اللي مستنيه من مايكروسوفت نظام جديد يغطي على المشاكل اللي بتحصل دلوقتي حاليا في ويندوز 11. بالنسبه لويندوز 12 بكل بساطه، طالما مايكروسوفت بدات ان هي دي سنه جديده لويندوز 10 وقالت لك في سنه جديده تبقى ويندوز 10 وممكن تزيد عن السنه، لان هي شايفه حاليا 60% بيستخدم ويندوز 10، فمش معقوله ان هي، وطبعا شايفه ان ويندوز 11 كله مشاكل، فمش معقوله هتنزل بويندوز 12 خالص دلوقتي. فانسى انك انت تشوف ويندوز 12 في سنه 2024 ولا حتى في سنه 2025، وصدقني ممكن حتى ما تلاقيهاش في سنه 2026، فلسه ويندوز 12 لسه بدري عليه كتير جدا جدا جدا. لما يعالجوا الاخطاء الاول اللي موجوده في ويندوز 11 ويتاكدوا كمان ان في شريحه كبيره جدا بقت تستخدم ويندوز 11، ساعتها هيقرروا ان هم يوقفوا الدعم عن ويندوز 10 وبعد كده يبداوا ان هم يشتغلوا على ويندوز 12. لكن حاليا اللي هيبقى موجود معاك ويندوز 10 ويندوز 11، هم دول المتاحين. 60% من المستخدمين بتستخدم ويندوز 10،
و 30% او 35% بيستخدم ويندوز 11 وال 5% متقسمين على انظمه التشغيل اللي توقف عنها الدعم. حد يقول لي طب ممكن اشتغل على سيفن على كل الانظمه دي توقف عنها الدعم؟ نصيحه مني ليك يا ويندوز 10 يا ويندوز 11 والاكثريه كمان ممكن تكون على ويندوز 10، لكن ويندوز 12 لسه بدري كتير جدا لان جات لي تعليقات في الفتره الاخيره ويندوز 12 هينزل امتى، في مشاكل في ويندوز 11، احنا عايزين مايكروسوفت قربت ان هي تطلع ويندوز 12، لا مفيش ويندوز 12 خالص دلوقتي ولا سنه 2 3 على ما ينزل ويندوز 12. وبالنسبه للهديه كمان لويندوز 12، لو انت بتحب البرامج المكتبيه زي اوفيس 2019 هتلاقينا في كلك تحت رابط تشتري منه اوفيس 2019 بسعر $48 من متجر سيديكو اوفر وعليه خصم 25% تقدر انك انت تحصل عليه. يا رب تكون الاخبار عجبتكم وتكون استفدت منها، يا ريت ما تنساش تعمل لنا لايك وشير الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.